لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من المسائل المتعلقه بالبيع التقسيط، وكده هذا كان اخر مساله، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن هناك بعض المسائل المتعلقه اللي انا وعدتكم بها، في بعض المسائل في البيع، من المسائل ايضا التي يجب ان تعلمها في البيع ما يسمى ببيع العربون او بيع العربون، يعني لغتان، بيع العربون او بيع العربون او العربون. صورته ان يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ثم يقول له: ان امضيت البيع اكملت لك بقيه الثمن، وان لم يمضي البيع فيقول له: هذا العربون تأخذه. هذا يسمى ما يسمى في الشرع ببيع العربون أو بيع العربون، بفتح الراء والباء، بفتح العين والراء، أو العربون بضم العين وإسكان الراء. صورة هذا البيع أن يعطي المشتري البائع شيئا بعضا من الثمن، مثلا الشيء منه سلعة بعشرة، فيعطي واحد يعني يعربون، ويقول له: والله إن أكملت لك الثمن أخذت السلعة، إن لم أكمل لك الثمن ففي هذه الحالة إذا لم يأتي المشتري ويكمل الثمن، فهل يحل للبائع أخذ هذا يعني العربون أم لا؟ هذا البيع أجازه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أجاز ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أجاز الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أجازه مجمع الفقه الإسلامي. طبعا لا أحد يجيز من نفسه، وإنما يجيز أجازه لأنه لا يخالف القواعد الشرعية. لماذا؟ لأن المشتري هنا فوق، يعني هو البائع والمشتري اتفق على ذلك. نعم، وفي هذه الحالة ليس هنا أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأن طبعا إذا دفع له عربونا فمعنى هذا إن البائع حجز السلعة على ذمة من؟ على ذمة المشتري، فلو جاءه رجل يشتريها فلن يبيع له. ففي مقابل هذا الضرر الذي حدث وأخر له بيع هذه السلعة، ففي هذه الحالة للبائع أن يأخذ هذا العربون متى اتفق على ذلك. إذن بيع العربون هذا بيع جائز، وفي هذه الحالة إذا إن جاء المشتري ودفع بقية الثمن استلم السلعة، إذا لم يأتي المشتري يحل هذا العربون للبائع، يحل هذا العربون للبائع، وهذا من البيع التي يعني التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي. المسألة الثانية، نعم، إذا لم يتفق على ذلك إنه أزرع، إذا لم يتفق على ذلك وكان عرف الناس يعني بيسمح بمثل هذا، هو طبعا البائع لو صمم أنه يأخذ هذا العربون من حقه، لأنه حجز السلعة ولا لا؟ حجزها، هو حجز السلعة، وقد يأتيه بيع سعر أعلى من ذلك ولا يبيعها، لأن الرجل دفع لها عربونا. ففي هذه الحالة لو أخذ البائع هذا العربون ليس عليه حرج في ذلك، وهذا يسمى إيه؟ يسمى ببيع العربون. ولذلك المشتري لما يدفع عربونا يبقى يعلم هذه المسألة، أنه إذا لم يأتي ويستلم البضاعة وإذا لم يأتي ويدفع بقية الثمن ويستلم البضاعة، يعني إذا لم يأتي ويدفع بقية الثمن يبقى في هذه الحالة سيضيع عليه هذا العربون في مقابل الضرر الذي حدث للبائع، في مقابل الضرر الذي حدث إيه للبائع. فهمنا هذه المسألة؟ هذا يسمونه ببيع العربون. يتفقان على وقت، لا يعني لا بأس بذلك. إذا مأتي مثلا بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد أسبوع، بعد عشرة أيام، بخلص يبقى هنا يضيع العربون على المشتري في مقابل حجز البائع السلعة للمشتري. وإلا لو لم يصح هذا المال للبائع، معنى كده معنى هذا ان في طرف اصابه ايه؟ اصابه طرف اصابه الضرر لا محاله،
بسبب حجز السلعة لفلان ثم لم يأتي فلان. وهذا يعلم الناس إيه؟ يعلمهم الجدية، يعلمهم الوفاء بالوعد. وهذه وهكذا ينبغي أن تكون شخصية المسلم. لكن الله حكى للمعد أقول له احجز السلعة دي، وبعد كده رجل يحجز السلعة ثم لا يأتي هذا الرجل، يبقى ضر ولا لا؟ ضر. نعم. هو العموم كبير، حتى نصف سعر السلعة مثلا، لو نصف سعر السلعة هيأخذ هياخذ من السلعة دي بقطر هذا المال. يعني لو دفع عربون، هو في العادة ان العربون ما بيكونش كبير، ده العادة. ان عادة الناس ما فيش حد بيدفع نصف يعني انت احنا بنسأل مسألة غير موجودة في دنيا الواقع. لانه لو دفع نصف السلعه يبقى خلاص، يبقى هيكمل. لا يمكن واحد هيدفع نصف فلوس يقول له السلام عليكم، يعني غير موجوده يعني. لكن انا بتكلم على في عاده الناس في بيع العربون، انه لما بيدفعش بيدفع جزء بسيط من الثمن، لانه بيسمونه عربونا. المساله التاليه وهي مساله التعاملات في البورصه. نعم. طب مثلا واحد عنده اشترى حاجه معينه، يعني قام ادفع عربون وهيجيبها لك عشان ما باخدهاش مثلا، مش عارف بيعها في ايه حتى. طب احنا تكلمنا على هذه المساله بخصوصيه ام لا؟ هي السلعه موجوده عند الرجل ولا غير موجوده؟ موجوده. يبقى كيف يبيعها؟ بيع عربون، يبقى باع ما ليس عنده. لابد في بيع، لابد البائع لا يبيع الا ولا تبع ما ليس عندك. وحقيقة البيع ما ليس عندك انك تاخذ عربون من واحد وتشتري له السلعة من الخارج وتبيع له السلعة، هذا البيع لا يجوز، لان السلعة ليست عنده. هو لو جابها والتاني ما جاش يبقى كده ضاعت، مش عارف يبيعها لحد. هو ليس له ان يبيعها اصلا، لان هو لا يملك السلعة. ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك، هذا نهي النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحالة. الحالة الوحيدة انه يبيع ما ليس عنده، يبيع ايه؟ بيع سلم. يعني لابد الثمن يكون مدفوع بالكامل. لكن لو دفع عربون والسلعة ليست عنده، البيع ده هذا البيع باطل. لا السلعة تحل للمشتري ولا الثمن يحل للبائع، وهذه مشكلة البيوع الباطلة. يرحمكم الله. البورصة، التعاملات في البورصة. التعاملات في بورصة الأوراق المالية بتكون على نوعين من التعاملات. تكون على السندات وتكون على الأسهم. فما هي السندات وما هي الأسهم؟ السندات جمع سند، وهذه السندات هي عبارة عن قروض طويلة أو قصيرة الأجل تصدرها الحكومات أو الشركات، وهذه القروض تباع. هذه القروض بفايدة سنوية، بفايدة يعني كل قرض بيدفع عليه مثلا فايدة سنوية 10%، فبتصدر الحكومة القروض دي، السندات هذه. معنى انها معنى كده ان اللي هيشتري السندات دي هيكون ايه؟ هيكون دين للحكومه او دين للشركه. وتلتزم الحكومه اللي اصدرت السندات هذه تلتزم بايه؟ تلتزم بدفع الفوائد لمن اشترى هذه القروض، لمن اشترى هذه السندات. طب اذا مساله السندات هي عباره عن ايه؟ هو قرض بفايدة. فمثلا السند دي قيمتها 100,000 جنيه بفايدة سنوية 10%. يبقى لما هيشتري السند، طبعا الحكومة بتلجأ لمثل هذا لما عندما تكون الحكومات او الشركات تلجأ لمثل هذا عندما تكون تحت اذا احتاجت الى سيولة مالية، فتصدر السندات. السندات دي معناها انها مدينة. فالسند ده بكم؟ ب100,000 جنيه. فتبيع السند ب100,000، يبقى هي في هذه الحالة لما تبيع السند ب100,000 يبقى هي مدينة لمن؟ مدينة لمن اشترى السند ب100,000، وتصبح الحكومة مطالبة تدفع فايدة لصاحب السند 10% او 5% حسب الايه. اذا حقيقة السندات هي عبارة عن ايه؟ قروض ربوية. لأن الأصل في القرض أنه لا يجوز أبدا الزيادة على قيمة القرض، وهذا هو أفشع ربا، وهذا أبشع ربا الجاهلية،
وهذا هو الربا الذي كان عليه الجاهلية، وهو الزيادة في قيمة القرض للتأجيل. فمثل هذه السندات عموما هي كلها سندات ربوية لا يصح التعامل بها أبدا ولا شراؤه. لماذا؟ لأنها ربا. إذن مسألة السندات اللي هي قروض، السند يبقى إذن السند عبارة عن إيه؟ السند هي 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 قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل لها فائدة سنوية، وتلتزم الحكومات أو الشركات أنها تدفعها بدفعها للمقرضين، واللي يشتري ده ممكن يبيع إيه؟ يبيع السند هذا لغيره وهكذا. فلو بمئة ألف يبيعه مثلا بمئة واحد بمئة واثنين، يبقى كل التعاملات على السندات دي تعاملات ربوية لا تجوز قولا واحدا باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأنها قروض بالربا. إذن التعامل على السندات والحكومات بتصدر هذه للحصول على السيولة المالية، لكن مثل هذه كلها لا يجوز لأنها قروض بالربا. النوع الثاني من التعاملات في البورصة التعاملات على الأسهم. والأسهم هي عبارة عن الأسهم، كل شركة مثلا، خليك معي، شركة رأس مالها، شركة مثلا مصنع أسمنت، مصنع أسمنت مثلا رأس ماله 20 مليون جنيه، 30 مليون جنيه مثلا، 40 50 هكذا، بيقسم رأس المال على أسهم. فمثلا يكون السهم عنده كم؟ بمئة جنيه، بمئة وخمسين، بمئتي جنيه. الذي يشتري هذا السهم يصبح إيه؟ يصبح شريكا في هذا المصنع أو في هذه الشركة. إذن الأسهم هي قيمة، جزء من قيمة الشركات، وكلما كانت هذه الشركات قوية في تصنيعها وفي بيعها يصبح الزيادة طبعا قيمة الشركة بإيه؟ بتعلو، وبالتالي تعلو قيمة الأسهم. إذن الأسهم هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن أنصبة تباع من الشركات أو من المصانع بقيمة، ويصبح ملاك هذه الأسهم هم ملاك الشركة. يصبح الملاك لهذه الأسهم هم إيه؟ هم ملاك هذا المصنع أو هذه الشركة. إذن مسألة السندات محسوم أمرها، حسم أمرها، لكن مسألة الأسهم ينظر فيها. في مسألة الأسهم لجواز التعامل وشراء أسهم يشترط شروطا. الشرط الأول أن تكون هذه المصنع، أن يكون نشاط هذه المصنع أو هذه الشركة التي يراد أن يشترى أسهم منها أن يكون نشاطها حلالا. فإذا كانت مصنع لبيع الخمور، الذي يشتري سهما في هذا المصنع يصير بائع الخمر. إذا كان بنكا ربويا، الذي يشتري أسهم في هذه البنوك الربوية يصير إيه؟ يصير مرابيا آكل الربا، لأنه مالك، لأن شراء أسهم معناه أنه صار مالكا لهذه المؤسسة، صار من ملاك هذه المؤسسة، صار من ملاك هذه المؤسسة. طبعا اللي بيشتري 10,000 سهم واللي بيشتري 50 سهم كل هؤلاء يشتركون. إذن الشرط الأول في الأسهم أن يكون نشاط هذه المؤسسة أو هذه الشركة حلالا. الشرط الثاني أن تكون هذه الأسهم مملوكة للبائع بالفعل حتى لا يبيع ما ليس عنده. يعني يكون الرجل يعني يا أسهم يا موجودة، مش يكون هو باع الأسهم كلها ويسيبه بعد كده يعمل الذي يبيعه، لا شيء. يبقى أن تكون أسهم أيضا مملوكة للبيع لعموم إيه؟ والكلام ده ممكن واحد يبيع أسهم لواحد تاني آخر. يعني أنا الآن شريك مثلا في مصنع أسمنت أمتلك مثلا 500 سهم، ممكن أبيعه لواحد ثاني، بس بشرط أن يكون أسهم مملوكة لي، لأن الشرط البيع عموما هو ولا تبع ما ليس عندك. الشرط الثالث تسليم الأسهم وتسليم الثمن، لأن من شروط البيع هو مر علينا ولا لا؟ تسليم الثمن وتسليم القدرة على تسليم المبيع، فلابد أن تسلم هذه الشروط الثلاثة للتعامل عموما في شراء الأسهم. طب هب أن شركة أسمنت فعلا مصنع أسمنت مثلا
على نفس هذا هذا المثال، وهو نشاطه صحيح انه بيبيع شيء حلال، لكن هذا المصنع كل امواله بيضعها في بنك ربوي، يضع في مصرف ربوي، يضع هذه الاموال في مصرف من المصارف الربويه ويتعامل بالفايده هنا، يبقى في هذه الحاله نشاطنا انقلب الى نشاط محرم لا يجوز المشاركه في هذا. اذا سواء كان النشاط نفسه نشاط المصنع نفسه محرما، او كان المصنع يضع امواله او الشركه تضع اموالها في بنوك ربويه وتاخذ هذه الفائده وتضيفها على اموال الشركه، ففي هذه الحاله لا يجوز شراء الاسهم. اذا شراء الاسهم يكون بثلاثه شروط. الشرط الاول ان يكون نشاط الشركه او المؤسسه التي تريد ان تشتري فيها اسهما حلالا. الشرط الثاني ان تكون هذه الاسهم مملوكه للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك. الشرط الثالث القدرة على التسليم، تسليم الاسهم وتسليم الثمن. هذه حقيقه الاسهم، لكن ما الذي يتم بالفعل بقى داخل البورصه؟ هل فعلا الصور دي بتتم؟ لا. الذي يتم في البورصه شيء يسمى بالمضاربات، واحنا مر علينا مضاربه ولا لا؟ بيع المضاربه لا مر علينا. انت بتذاكرش لا تذاكر ما خدناش ما خدناش المضاربه لكن ما خدناش يا مضاربه. المضاربه دفع راس المال، واحد تدفع واحد يعمل مثلا عنده مصنع، فانت تريد ان تشغل مالك عند هذا الرجل او عنده شركه فتدفع له راس المال، يبقى في طرف يدفع المربحه الشرعيه، طرف يدفع راس المال وطرف يعمل بالمال، ويتفقان بينهما على نسبه من الربح. مثلا يقول لصاحب المال مثلا 60% والعامل 40%، قد يكون في بعض الحرف اللي يكون فيها الرجل عامل حاذقا في عمله وماهرا في عمله ممكن يقول له ممكن الشرط عليه 50 و50 لرأس المال و50 لعمل. المهم انه ليس هناك تحديد للنسب بينهما على ما يتفقان، لكن ركن المضاربة الشرعية صاحب مال وعامل على المال، فيعمل هذا العامل على المال يشغل المال ما هذا المال، والربح الذي يخرج بنسبة على حسب ما يتفقان، هذه تسمى ايه؟ المضاربة الشرعية. طيب في حالة المكسب يبقى تقسم الأرباح بينهما على النسبة المتفق عليها، فهذه بيع ايه؟ بيع فهذه مضاربة، هذا نوع من أنواع الشركات هيأتي إن شاء الله، هذا نوع من أنواع الشركات هيأتي مش بيع. احنا انا قصدت بيع يعني بيع المرابحه وليس بيع مضاربه. يبقى اخونا مصيب وانا اللي اخطات في هذه المساله، لان المضاربه مش في البيع، المضاربه دي نوع من انواع الشركه، لكن حقيقتها ان فيها طرفان، واحد يدفع المال والثاني يعمل على هذا المال. لو خسر لو يعني الحمد لله ربح المال يبقى هيقسم بنسبة بينهم 50 في 50 40 و60 60 و40 على حسب ما يتفقان. إذا خسر المال بدون تعدي وبدون جناية من العامل، يعني بدون تفريط من العامل، في هذه الحالة صاحب المال يخسر المال والعامل يخسر جهده، يبقى ما يحملش لا يحمل العامل من خسارة المال شيئا طالما أنه لم يفرط في المضاربة. وهي التفصيل الكلام فيه، هذه مضاربة شرعية، يبقى في عامل وهو هناك رأس المال. أما الذي يحدث في البورصة، المضاربة التي تحدث في البورصة، المضاربة دي تساوي هي المقامرة. تعرف لعب القمار، لعب الميسر، يعني عبارة عن إيه؟ واحد بيكسب والثاني لازم يخسر، لإما تكسب فلوسه وإما يعني مفيش طرفين لا ليس هناك طرفان في لعب الميسر. لحظة الله يخليك، ليس هناك طرفان في لعب الميسر يكسبان يغنمان، لازم واحد كسبان والثاني خسران، يبقى في واحد ربح والثاني خاسر لا محالة، ده لعب إيه؟
نعم القمار. أما في البيع والمعاملات الشرعية الطرفين، واحد يشتري السلعة الثاني يأخذ المال، كلهما إيه؟ كلهما ينتفع. تمام؟ طيب المضاربة اللي تحدث في البورصة صورتها كالآتي، وغالب معاملات البورصة على هذا. واحد اشترى من الشغل اشترى 1000 سهم، طبعا ولما بيشتري 1000 سهم بيتسجل له على الشاشات ان الرجل ده اشترى 1000 سهم من الشركة الفلانية. تمام؟ واتفق ان في يوم هيحصل ايه؟ يوم الشراء، ورد له الفلوس مثلا، ومش ما فيش اسهم اشتركت، بس هو اتسجل على ايه؟ كمبيوتر، اتسجل على الكمبيوتر والشاشات على الحاسب الالي ان الرجل ده اشترى 1000 سهم من الشركة الفلانية دي. ويتفقان على يوم محدد، يوم المقصة. مقصة اللي هو ايه؟ اللي هو يسلم ايه؟ يسلم الاسهم دي. فلما جاء يوم المقصة، السهم كان بكام مثلا؟ اشترى 1000 سهم، قيمة السهم 50 جنيه، يدفع له كام؟ 50 جنيه، يبقى دفع له 50,000. طيب يوم المقصة محدش دفع حاجة، لا رجل استلم الفلوس ولا رجل استلم حاجة، ده بس اتكتب على الكمبيوتر هيجي يوم المقصة يسلمه. فيوم المقص يعني ايه؟ يعني هذا يسلم الثمن وهذا يسلم الاسهم. صار قيمة السهم بعد ما كان 50 جنيها صار قيمة السهم 60 جنيه. وكان الشراء كم سهم؟ 50. لا كان الشراء 1000. يبقى صار هنا ان البائع خسر كم؟ يقوم لما يجي بقى يوم التسليم ما يسلموش اسهم ولا حاجة. لا، الشركة الوسيط اللي بين الاثنين بتشوف قيمة الأسهم، انت اشتريتها بكام؟ اشتريتها بمية، اشتريتها بخمسين، والآن السهم بكام؟ 60. يبقى مباشرة تروح خصمة من حساب البائع 10,000 جنيه يضاف لحساب من؟ لحساب مشترك. حصل تسليم للسلعة، حصل قرض للثمن، ولا شيء. هل البائع ده كان ملك الأسهم؟ ولا شيء، ممكن ما يكونش ملك هذه الأسهم. كل المضاربات اللي بتحدث في البورصة على هذا النحو كلها بيع على الورق، بيع على الشاشات. وزيك بتجد ناس بتشد في شعرها، وفي ناس بتموت، وفي ناس ليه؟ لأن هي عبارة عن إيه؟ هو كان بيقامر، هو كان بيتوقع أن السهم هيزيد، فإيه اللي حصل؟ السهم نزل. فيجي يوم المقصة مش هيسلموا أسهم بقى ولا شيء، سواء زاد او خسر. لو هي بيع شرعي يعمل ايه؟ هي ماذا يفعل؟ هيسلموا الثمن ويسلموا الاسهم، السند بتاعها خلاص. لكن هذا لا يحدث ابدا، لا تسليم هذا ولا ذاك، هو مجرد ان تسجل على الشاشات، والشركه الوسيطه تاتي يوم المقصة وتنظر، والله السهم نزل، يبقى مين اللي خسر؟ المشتري. مثلا صار السهم ب 40 جنيه، اللي حصل بقى المشتري هنا بقى الشركة الوسيطة هتسجل، هتاخد 10,000 من حساب المشتري وتضيفها على حساب البيع. اذا في المضاربات اللي تحدث للبورصة لازم واحد كسبان، واحد غانم والثاني خاسر، وهي هذه عين المقامرة. ومثل هذه المعاملات كلها غير جائزة. الحالة الوحيدة اللي هي تجوز اللي هي الحالة الأولى. إيه؟ لا الأسهم اللي هي بشروط. مين اللي غير السندات؟ لا، السندات قولا واحدا لا تجوز، لا يجوز المعاملة، لأنها عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن قروض بفايدة، وهذه هي عين الربا. لكن الأسهم التي تجوز بالشروط الثلاثة: أن تكون هذه نشاط الشركة حلالا، أن يكون هذه الأسهم مملوكة للبيع، أن يتم تسليم الأسهم وتسليم الثمن. أما المضاربة التي تحدث في البورصات ليس هناك بيع لا تسليم ولا تسلم، وإنما كلها إيه؟ كلها على الشاشات. كل هذه أنواع من القمار، ومثل هذه المعاملات وعرضت هذه المسائل على المجامع الفقهية، وكلها جميعا لم تجز هذه المجامع أبدا.
آخر مسألة في هذا في الباب من المسائل الحديثة في مسائل البيع، مسألة بطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان اللي بيسمونها الفيزا، هم؟ أو بالمصطلح الدارج ATM ونحو ذلك، اللي هي أوتوماتيك وتكنولوجي شيء كهذا يعني. فمثل هذه بطاقات الائتمان هذه نوعان التي تصدرها المصارف وتستطيع شراء بها شراء أغراضك، وتستطيع أن أنت تسحب من أرصدتك. هذه بطاقات الائتمان نوعان، بطاقة ائتمان مغطاة وهناك بطاقات ائتمان غير مغطاة. فبطاقات الائتمان هذه نوعان، بطاقة ائتمان مغطاة وهذه بتصدرها المصارف الإسلامية نحو يعني يا مصرف يا فيصل الإسلامي، دائما كل بطاقات الائتمان يعني لدي بتكون بطاقات ائتمان مغطاة، لا يسمح ببطاقات ائتمانية غير مغطاة، لا يسمح من ذلك. بطاقة الائتمان المغطاة بمعنى ايه؟ ان انت مثلا بتكون قيمة هذه البطاقة مثلا 10,000 او 20,000، لابد ان تكون العشرين، لابد ان تكون في الحساب في حسابك هذه القيمة. بمعنى انك اذا حاولت تسحب او تشتري اشياء بهذه البطاقة إذا لم يكن في حسابك ما يغطي مشترياتك فلا تعمل معك هذه البطاقة. هذه البطاقة، هذا النوع من البطاقات الائتمانية المغطاة جائزة، والعمولة التي يأخذها البنك في هذه الحالة هي عمولة مقابل الخدمة المصرفية. إذا النوع الأول من البطاقات الائتمانية التي تكون مغطاة، بمعنى أنك لا تسحب على كما يسمونه على المكشوف، لا، إن لابد يكون إن إذا لم يكن في رصيدك البنكي ما يغطي هذه المشتريات فلا تعمل معك هذه البطاقة، وهذه اللي يصدرها مصرف فيصل الإسلامي. فهذا النوع من البطاقات صحيح، والعمولة التي تأخذها هنا الزيادة نسبة 1% أو 0.5% أو نحو ذلك، هذه في مقابل الخدمة المصرفية، لا حرج في ذلك. النوع الثاني من البطاقات الائتمانية التي تصدرها كافة هي المصارف، البنك الأهلي والبنك والمصرف الأهلي والبنك مصر وبنك القاهرة، كل هذه بتصرف لك بطاقات ائتمانية وتحدد لك مدة 50 يوما تسدد فيها قيمة مشترياتك. إن سددت في 50 يوما يبقى لا يأخذ منك شيئا. وفي هذه الحالة لا يشترط في هذه البطاقات أن تكون مغطاة، حساب مكشوف، ليس في رصيدك شيء، هو يعطيك 50 يوما تسدد في المال، لكن إذا لم تأتي خلال 50 يوما تسدد هذا المال فيصير عندك إيه؟ فايدة. هذا النوع من البطاقات غير جائز لأنها تضمنت شرطا ربويا، لأنها تضمنت شرطا ربويا، وأنه إذا لم تسدد المال في موعده هو هذا اللي هو الغرامات اللي هي فوائد التأخير، وهذه هي الربا. فمثل هذه البطاقات لا يجوز التعامل بها لأنها تضمنت شرطا ربويا يفسد المعاملة، ويصير المتعامل على هذه البطاقات قد يقول قائل طيب أنا لن أتأخر. طيب حتى لو لم تأخر، المعاملة هنا تضمنت شرطا مفسدا للمعاملة، تضمنت شرطا ربويا، إذا لم تتأخر، إذا تأخرت فطالما المعاملة تضمنت شرطا ليس في كتاب الله جل، هذا الشرط يسمى شرط مفسد للتعامل، لأنه شرط ربوي. وسيأتي في تفصيل هناك شروط لا تفسد التعامل ويكون الشرط خطأ لكن لا يفسد التعامل، لكن مثل هذه الشروط التي متضمنة للربا فهذه تفسد التعامل، ولذلك البطاقات الائتمانية غير المغطاة لا يجوز التعامل بها لأنها تتضمن ربا. حتى لو قال قائل أنا سأسدد المال قبل موعده، لا، لأنها متضمنة في الأصل شرطا ربويا، وهذا لا يجوز، وهذا يفسد التعامل بذلك. فهمنا هذا؟ إذن فهمنا الفرق بين
في 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 التعامل على البطاقات الائتمانية نوعان: بطاقة الائتمانية غير المغطى والتي تصدرها كافة المصارف وكافة البنوك، هذه لا تجوز التعامل بها لأنها تتضمن شرطا ربويا. أما البطاقات الائتمانية التي هي مغطى بمعنى أنك لا تسحب إلا من رصيدك، فهذه هي التي تجوز. لو في بنك رابع حتى لو في بنك لأن المعاملة صحيحة معه، لأن المعاملة صحيحة معه، بس البنوك الربوية لا تصدر هذه البطاقات. حساب جاري بس. لا لا ده مش هتبقى فيزا، هتبقى فقط تسحب من حسابك كارت سحب فقط، لكن انا بتكلم على على الشراء بها ونحو ذلك. ممكن يصدر لك البنوك، ممكن يعني في فرق بين اللي هي البطاقه الائتمانيه التي بيسمونها بالفيزا، هذه اللي انت تشتري بها امورك وتدفع بها ويدخلها على ماكينه الصرف ويسحب بها يا النقود. اذا البطاقات الائتمانيه المغطاه جائزة ويجوز التعامل بها، لأنك لا تسحب من المصرف، تسحب من حسابك، والعمولة تأخذها البنوك هذه تكون في مقابلة الخدمة يعني هي مصرفية. أما البطاقات التانية غير المغطى فإنها لا تجوز لأنها تتضمن شرطا ربويا. آخر مسألة من المسائل التي إحنا مر علينا شروط البيع ولا لا؟ ماذا قلنا في شروط البيع؟ ما معنى شروط البيع؟ شروط في البيع ولا شروط للبيع؟ احنا قلنا ان الاضافه على ثلاث انواع، بس عشان ما نخشش في المساله في طويل. شروط البيع يعني معناها ايه؟ معناها ان اذا خلى البيع من هذه الشروط فالبيع باطل، لأن الشرط هو إيه؟ ما توقف وجود الشيء على وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. فشرط البيع يعني لابد من أن يتضمن البيع هذه الشروط. نعم، مر علينا في شروط البيع كون إيه؟ طبعا كون السلعة، ما هو المال أصلا البيع بيكون في السلعة الحلال، لأن البيع هو مبادلة المال، هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة. من شروط البيع التي مرت علينا أن يكون البائع مالك للسلعة، مقدور على تسليمها. الثاني أن يكون مقدورا على تسليمها، فلا يجوز بيع الطير في الهواء، ولا بيع السمك في الماء، ولا بيع الحمل في 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 بطن أمه. ثالث أن يكون معلوما، يعني يوصف بصفات تنتفي معه جهالة. الرابع أن يكون الثمن معلوما. طيب خامس جائز التصرف. أن يكون البيع أو المشتري جائز التصرف، فلو كان من غير جائز التصرف، كما لو كان من طفل أو كان من مجنون، فإن هذا المعاملة لا تصح، لأن لابد من يكون جائز التصرف. طيب بقي اثنان. نعم، كون السامع التراضي بين البيع والمشتري، لأن الله جل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإنما يكون البيع عن تراض، فهمت؟ يبقى التراضي بين البيع، ولذلك لا يجوز إكراه المشتري، إكراه لو حدث إكراه للبائع على البيع، البيع باطل. إذن هذه شروط إيه؟ هناك نوع آخر من الشروط التي في البيع اللي يحصل اشتراط بينها، يسمونها الشروط الجعلية. ايه الفرق بينهما؟ شروط البيع دي شروط شرعية، البيع لا يصح الا بهذه الشروط، داخلة كل اللي احنا ذكرناه شروط ايه؟ شروط البيع. لكن هناك شروط جعلية بيشترطها كل من البائع والمشتري، وهذه المسألة تسمى الشروط في البيع. يبقى هناك فرق بين، احنا تكلمنا عن هذه المسألة وانا اكدت عليها مرة ثانية، هناك فرق بين شروط البيع، اياك ان تخطئ فيها في الاختبار، فياتي ولا فيقول لك فاذكر شروط البيع تذكر لي الشروط في البيع. لا، شروط البيع التي يتوقف صحه البيع عليها التي ذكرناها انفا. فهذه الشروط التي هي في البيع، الشروط الصحيحه تنقسم الى ثلاثه اقسام. الشروط الصحيحه التي في البيع، واتفقنا ان الشروط اللي في البيع هي شروط ايه؟ شروط جعليه يعني يشترطها كل من البيع والمشتري. وأما شروط البيع فهي شروط شرعية من قبل الشرع.
الشروط شروط البيع لا يصح البيع إلا بها، وأما الشروط التي في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، فالذي يوافق الشرع منها صحيح والذي يخالف الشرع منها غير صحيح. الشروط الصحيحة في البيع ثلاثة. القسم الأول قسم ثابت، ثابت يعني سواء اشترطوا أو لم يشترطوا العقد البيع نفسه يتضمنه، مثل ماذا؟ مثل مثلا شرط تسليم السلعة للمشتري ودفع الثمن للبائع، هذا الشرط لو شرطوا هذا يعني شرطوا يعني اشترط أو لم يشترط العقد نفسه إيه؟ العقد نفسه يتضمنه، يعني العقد نفسه يلزمه. إذن النوع الأول من الشروط هو القسم الثابت، هذا القسم سواء شرطوه أو لم يشترطوه فالعقد البيع يتضمنه، نحو تسليم السلعة، تسليم البائع السلعة للمشتري وتسليم المشتري الثمن للبائع، هذه يقول كلها إيه؟ دفع الثمن حالا مثلا للبائع، هذا العقد يتضمن هذا، يبقى سواء شرط ذلك أو لم يشترطه هذا ثابت بمقتضى العقد. هذا النوع صحيح ولا لا؟ هو ثابت مع العقد. يعني هو يعني لا يحتاج الى شرطه، يعني هو العقد نفسه بيتضمنه. النوع الثاني من الشروط اللي هي ما يتعلق بمصلحه العقد، نحو مثلا اشتراط الرهن، اشتراط البائع واحد اشترى من واحد سلعه اجلا فاشترط البائع الرهن، هذا شرط يتعلق بايه؟ يتعلق بمصلحة البيع نفسه، بمصلحة العقد اللي تم. طيب يبقى اشتراط رهن أو اشتراط صفات في السلعة، السيارة مثلا طراز يعني سنة الصنع كذا، الساعة اللترية كذا، مثلا أو شراء منزل، مواصفات المنزل مثلا مساحته كذا وتكون من كم دور ويتكون من أربعة أدوار وكل دور فيه شقة، كل شقة مساحتها كذا، دي كلها هي شروط إيه؟ شروط من مصلحة العقد. مثل هذا الشروط كلها إيه؟ جائزة. يعني اشترط الشروط التي تحدد مواصفات السلعة، مثلا اشترط البائع على المشتري رهنا أو ضامن أو ضامنا يضمن في حالة تعثر البيع عن السداد، يتعهد الضامن بدفع في حالة تعثر المشتري عن السداد، يتعهد الضامن بدفع ذلك، كل هذا جائز. النوع الثالث من الشروط اللي هي بتتضمن بيع لكن يتضمن نفع سواء للمشتري، يتضمن نفعا سواء للمشتري او سواء للبائع. فهمنا هذا؟ مثال ماذا؟ واحد اشترى من واحد سياره وقال له والله انا هسلم هذه السياره، اشتراها وتم العقد زيك، لكن اشترط البائع ان تسليم السلعه هيكون بعد اسبوع، هنتفع بهذه السلعة لمدة أسبوع، تمام؟ أو أن المشتري أو يبقى هذا النفع لمن؟ للبائع. وهذا النوع من التعامل النفع للبائع أو النفع أو قد يكون نفع لمن؟ للمشتري. أن المشتري مثلا يطلب تسليم السلعة بدل ما يسلمها له مثلا في طنطا، هتسلمها لي في الإسكندرية مثلا. يبقى سواء النفع كان للبيع او مثلا واحد باع منزل اشترط انه هيسلم منزل بعد ستة اشهر او بعد شهرين، يبقى اشترط سكن المنزل اللي باعه لمدة شهرين او مدة. يبقى هذا النوع الثالث من الشروط اللي فيها شروط ايه؟ فيها نفع سواء للبائع او للمشتري. ممكن ياخد السيارة يقول له سيبها لي شهر هنرفعه بعدين بديك فلوس، هو اللي هينتفع في اللحظه دي. لا هتبقى دي خيار الشرط انه يقول له انا بيننا نوع من الخيار، لكن انا بتكلم هنا شروط هو شرطها، شرط انتفاع بيها. ده الفرق بين الاثنين، ان لو قال له ان انا خلال 10 ايام انظر البيع يعني حمض البيع ولا لا، ده اسمه خيار شرط، لكن هنا اشترط منفعة. اشتراط المنفعة سواء للبائع أو للمشتري مثل ذلك، ظاهر مذهب الحنابلة إذا جمع بين شرطين في الانتفاع فالحنابلة يبطلون هذا البيع ويعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الإمام أحمد وأبو داود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع، ونهى عن سلف وبيع، ونهى عن شرطين في بيع.
والصواب في هذه المسألة هو أن لو شرط شرطين أو ثلاثة أو نحو ذلك كل هذه الشروط صحيحة، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلا في مسألتين، إلا في مسألة إحنا بنتكلم على شروط الانتفاع سواء للبائع أو للمشتري. يعني على مذهب الحنابلة لو واحد راح لواحد خياط وقال له يعني هذا يعني هذا الثوب ها يعني يعني فصل لي يعني هذا الثوب يعني حك لي هذا الثوب ومثلا يعني ضمنه كذا وكذا، شرط له كم شرط؟ شرطين. على ظاهر مذهب الحنابلة ان الشرطين دول ان 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 المعامله هذه لا تجوز. ليه؟ لان تضمنت شرطين. ويستدلون ان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع. طيب وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا نهى عن شرطين في البيع. هل تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؟ نعم. حديث النهي عن شرطين في البيع أو عن بيعتين في بيعة هذا ليس مجرد أي شرطين، وإنما الشروط التي تتضمن محظورا شرعيا، تتضمن محظورا شرعيا أو يكون حيلة على الربا. بمعنى إيه؟ واحد ذهب لواحد يقترض منه مالا، فقال له أقرضني 10,000، قال له أقرض 10,000 بس على أن تبيعني منزلك 20,000. في شرطين هنا، هو هقرضك لكن تبيع لي المنزل بتاعك. المعاملة دي الشرطين دول تضمنوا إيه؟ محظور شرعي إن القرض اللي هو فعله جر إيه؟ جر منفعة، يبقى هذا ربا ولا لا؟ ربا. إذا حديث النهي عن شرطين في البيع أو حديث النهي عن بيعتين في بيعة هذا معناه ليس مجرد أي شرطين، وإنما المراد بذلك الشروط التي فيها محظور شرعي، كأن يكون قرض جر نفعا أو كأن يكون بيعتين في بيع حيلة على الربا، مثل بيع إيه؟ بيع العينة. فبيع العينة هو عبارة عن كم بيعة؟ فعلا بيعتين. ليه؟ اشتريت منه السلعة الآن بخمسين نقدا بخمسين آجل وبعتوها له في نفس الجلسة، ولا قبضت السلعة ولا شيء، بعتوها له بأربعين. الصورة إيه؟ إن أنا أخذت 40 نقدا وهدفعهم له آجل. الصورة صورة بيع، لكن الحقيقة ليست بيعة. إذن أحاديث النهي عن شرطين في بيع التي استدل بها الحنابلة في ظاهر مذهب الحنابلة، وحديث النهي عن بيعتين في بيعة ليس مجرد أي بيعتين، وإنما يعني لو قال له مثلا واحد اشترى منه، قال له أنا هشتري منك البيت بتاعك، قال له طيب وأنا هشتري كمان كذلك البيتك. على ظاهر مذهب الحنابلة دول إيه؟ بيع، لا مش شرطين، بيعتين في بيعة. على ظاهر مذهب الحنابلة البيع ده لا يجوز، أو لو تضمن شرطين أي شرطين في بيع على ظاهر مذهب الحنابلة إن البيع ده لا يجوز. والصواب إن النهي عن شرطين في البيع أو النهي عن بيعتين في بيع هو ما تضمن محظورا شرعيا. البيعتين في بيع اللي هي إيه؟ اللي هي بتضمن بيع العينة، أو شرطين في بيع إن يتضمن محظورا شرعيا، كان يكون قرضا جرا نفع. فهمنا هذا؟ إذن الصحيح في هذه المسألة إن الشروط التي فيها نفع للبائع والمشتري مهما شرط من الشروط طالما أنها لا تضمن محظورا شرعيا يبقى الشروط إيه؟ صحيحة. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. إلا في مسألتين اللي هو في مسألة الشرطين في بيع، اللي هو إن يكون يعني الشرطين دول هم هيبينوا لك متى يكون هناك محظور شرعي، كأن يكون قرض جر نفعا، فقال له أقرضني 10,000، قال له أقرضك 10,000 لكن على أن تبيعني منزلك مثلا بخمسين، يبقى هو هنا عمل إيه؟ أقرضه. فينا في شرطين بس أحد الشرطين قرض جر عشان يبيع له البيت مرة ثانية، البيع ده لا يجوز، المعاملة دي لا تجوز، وهو ده النهي عنه. الشرطين في البيع ده شرط، الثاني أن يكون حيلة على الربا، مثل إيه؟ بيع العينة. فبيعتين في بيعة أو الشرطين في بيع اللي هم جاء النهي عنهم يبقى هذا إيه؟ هو إيه؟
المنهي عنه. أما ما كان خلاف هذا الموضوع فسواء شرط أي شروط فيها نفع للبيع والشراء طالما ارتضوا بها فإنها لا فإنها يعني لا طالما أنها ليس فيها محظور شرعي فإنها صحيحة. آخر شيء في المسألة، لو أن من الشروط التي تشترط في البيع أحيانا المشتري بيشترط على البيع يقول له السلعة دي إذا بعتها إذا يعني بيقول له البيع يقول له خذ السلعة دي وإذا إذا بعتها إذا لم تبيعها ردها لي، أو المشتري نفسه هو اللي يشترط إيه إذا لم أجد سوقا لهذه السلعة هرجعها لك مرة ثانية. مش كلام ده موجود ولا مش موجود؟ أغلب الناس موجودة. هذا الشرط لا يجوز لكنه ليس مفسدا للبيع. الشرط ده لا يجوز لأنه خلاف الشرع. الشرع بيقول إيه؟ الخراج بالضمان. يعني معنى الخراج بالضمان أن الذي يربح في السلعة الذي يضمنها، والغنم بالغرم، بمعنى أنت تكسب في السلعة ولا لا كما أنك تكسب فيها تخسر فيها. يبقى لما المشتري يشتري السلعة اشترط ضمان السلعة على من؟ المشتري اشترط السلعة على البائع. إزاي؟ كيف يكون على البائع؟ أنا اشتريت سلعة الآن، دخلت سلعة حيازتي، خلاص انتقلت السلعة من البائع صارت عند من؟ عند المشتري. في هذه الحالة سواء باع السلعة أو لم يبيعها كسبت هذه السلعة أم خسرت، ربح أم لم يربح، السلعة في ضمان من؟ ضمان المشتري. يبقى ليس لا يتحمل البائع منها شيء. إذا أحيانا بعض الناس بتشتري سلعة وبعد ثم لا يجد لها سوقا يذهب يردها لمن؟ يقول والله أنا ما لم أستطع بيعها. هذا الرد ده لا يجوز. والشرط حتى لو شرطه المشتري شرط مخالف للشرع. يشتريها منه ممكن بائع، يشتريها منه ويشتريها قد يشتريها بسعر آخر، ده هذا موضوع آخر. لكن أنا بتكلم على إيه؟ على إجبار المشتري البائع ان هو يرد السلعة مرة ثانية، هذا ليس له ذلك حتى لو شرطه. الشرط ده شرط مخالف للشرع. مثله ايه؟ مثله له نص يعني يوافقه، اللي هو ان بريرة كانت جارية وكانت كتبت يعني العبد لما يكتب سيده بيتفق على مبلغ لو دفعه يصير ايه؟ يصير حرا. فعائشة رضي الله عنها ارادت انها تعتق بريرة، فقالت لها إن أنا أعطيك إن شئت أعددت لك 7 أواقي من الفضة ويكون الولاء لي. الولاء يعني لما تموت بريرة يبقى من يرثها؟ الذي أعتقها. فلما عائشة تدفع النقود لأهلها، مين اللي أعتق؟ عائشة ولا أهلها؟ لا، عائشة. فالولاء هنا لمين؟ يعني لما تموت بريرة من اللي يرثها؟ عائشة. أهل بريرة اللي هم كانوا الملاك لها اشترطوا إنها لن يبيعوها إلا أن يكون لهم الولاء، والحديث في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شرطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وإنما الولاء لمن أعتق. يبقى في هذه الحالة لما اشترط الأهل بريرة أن يكون لهم الولاء ده شرط مش مخالف للمقصود العقد، وإنه مخالف لإيه؟ مخالف للشرع. بالضبط لو أن المشتري شرط على البائع أن أنا إذا بعت السلعة وإلا أردها لك، ممكن الشرط ده ما يخالفش العقد بس يخالف إيه؟ يخالف الشرع. الشرع بيقول الخراج بالضمان والغنم هي بالغنم. مثل هذه الشروط يصح بها البيع لكنها لا تفسد البيع. يعني اللي يفسد فقط ايه؟ الشرط. إذن الشروط اللي بتخالف الشرع، إذن في نوع من الشروط بيبطل العقد مثل شرط ربوي، كما لو شرط غرامة تأخير هذا يبطل المعاملة، وكما لو شرط حظر ملكية يبطل المعاملة. يقول ليه؟ لأن ده شرط ينافي مقصود العقد. إذن الشروط التي تبطل البيع نوعان، الشروط اللي تضمن ربا او الشرط الذي ينافي مقصود العقد، كما لو ما تفعله المصارف انك يبيع له سياره لكن يعمل عليه حظر ملكيه، طب ما هو اللي بيشتري بيكون مالك السياره. مثل هذه الشروط تفسد البيع. وهناك شروط لا تتنافى مع مقصود الشرع لكنها تخالف الشرع. في هذه الحاله الشرط يبطل لكن يصح البيع. ولذلك لو شرط المشتري على البيع ان هو اذا باع السلعه والا يردها
ليس للمشتري أن يرجع بالسلعة، والشرط فاسد لمخالفته الشرع، لكن يصح البيع. لكن الموافق البائع. لو المشتري اللي مديله السلعة وقال له خدها عرضها ولو ما بعتش حتى المشتري مش مشتري. لا هيصير بقى هو وكيل له، مش هيكون مشتري، هيكون هو هيبيع له السلعة بأجر، يبقى مش مشتري. لا لو دفع ثمنها ليس له ذلك، الشرط ده مخالف للشرع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو لو عايز يقله البيع يقيله، لكن ليس الواحد من الاثنين انه يقبل الثاني على هذه المعامله. الحمد لله رب العالمين.